السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم أخوكم عيد من قناة ربحك. عندنا لو أول مرة تشوفنا يا ريت تدعمنا بالاشتراك في القناة وتفعل زر الجرس ليصلك كل جديد، ولو ومتابعينا يا ريت تدعمونا بلايك. النهاردة إن شاء الله أجيب لكم موقع نيو بوكس. الموقع ده من زمان جدا شغال، أنا كنت شغال عليه من فترة وسبته ورجعت له تاني عشان حصل فيه تحديثات وبقى الربح فيه من كذا طريقة، وموقع جميل جدا وسهل وهتقدر تربح منه. الحد الأدنى فيه من 2 دولار. طريقة تسجيل في الموقع بتيجي من هنا، بتعمل تسجيل سهلة جدا، بتكتب هنا الاسم، كلمة السر، تأكيد كلمة السر، البريد الإلكتروني، المراجعة، سنة الميلاد، تنقل الحروف دي هنا، بتعلم على الشروط وبتعمل تسجيل. بنيجي من هنا دخول في الموقع اهو، بتحط الاسم والباسورد وبتنقل الارقام دي، ارقام مش باينه، بعد ما بننقل الحروف بندوس على كلمة سند، نخش على الموقع. زي ما انتوا شايفين دي واجهة الحساب بتاعي من جوه، زي ما انتوا شايفين كده كنت شغال على الموقع وكنت عامل دولار وشوية، بس الموقع ايه علق حسابي عشان دي ليه اكتر من 30 يوم ما دخلتش عليه، فمسح كل الرصيد بتاعي من الحساب بتاعي. طريقة الشغل على الموقع، اول حاجة ضغط على اعلانات، بتيجي من هنا زي ما انت شايف كده كل الاعلانات ديت، بس هي ايه ضعيفة شوية في الربح. بتدوس على الاعلان كده بيظهر لك النقطة دي، بتدوس على النقطة كده هتجيب لك مؤشر، هتجيب مؤشر هنا هيملى، ما فيش مؤشرات اهي كده خلاص، كده الاعلان خلص زي ما انت شايف كده، علم علامة الصح اهو، تقفل بيتحسب لك. لو عملت ريفرش كده للصفحة هتلاقي حساب الاعلان اهو بيتحسب لك هنا اهو. دي اول حاجة. تاني حاجة بنخش على دي هنا كده اللي جنبيها، دي هنا بتبقى عروض ووظائف، بتخش عليها بتسجل فيها وحاجات زي كده، بتاخد منها ايه برضو بتحسب لك في رصيد السحب منها اموال. تاني حاجة بقى، تالت حاجة بتخش، تالت واحدة دي استطلاعات رأي. بص بقى استطلاعات الرأي ايه، حاجات بسيطة او بتعملها استطلاع رأي، بتاخد لك 70 سنت، 56 سنت، 35 سنت. يعني لو جالك 2 استطلاعين رأي في اليوم هتسحب من أولها كده من ساعتها. بعد كده نخش على ايه، رابع واحدة جيمز، ألعاب، تلعب ألعاب وبتاخد فلوس، على كل دقيقتين بيديك لعبة تلعب فيها دقيقتين تاخد 1، قال يعني مش سنت. موقع يعني كله ايه، يعتبر كله جوائز كله مكاسب. بعد ما طور الموقع في هنا عروض، عروض برضو هنا ايه زي فيديوهات وحاجات، معلش انا مش ضليع في اللغة الانجليزية، ما اعرفش انجليزي قوي فمش هقدر اقول لكم الحاجات دي. هي برضو ايه عروض بتخش عليها بتشوفها وبتاخد عن طريقها ايه برضو فلوس. اللي معاه لغة انجليزية هيقدر يعرف الحاجات دي احسن منه وهيقدر ايه يستفاد من الموقع. وصفحة الحساب بتاعك بتخش عليها طبعا، تيجي هنا على الاسم بتاعك بتدوس عليه كده، هو جايب لك هنا كل حاجة، هي لافتات وكل حاجة هتلاقيها هنا كده. احنا ايه دخلت على الصفحة بتاعتك، هتلاقي هنا ممكن تأجر احالات من الموقع، في تأجير احالات، بتخش من هنا تأجير الاحالة، بتحدد هنا الاحالة لو عايز تأجر احالة مش عارف، كل واحدة بتحسب لك لازم يكون عندك فلوس، مفيش فلوس. هنرجع تاني لصفحة الموقع. من هنا الدفع، بتيجي من هنا بتطلب الدفع، هو بص بقول لك ايه عشان مقفولة، لو باللون الاخضر هتلاقيها فتحت، طلب الدفع 2 دولار. دي النقرات بتاعتك، الاحالات بتبقى هنا، الرصيد بتاعك، رصيد التأجير، الحاجات اللي انت بتأجرها لو انت هتأجر، شراء مباشر، حالات مباشرة، كل دي ايه كل حاجة عن الموقع. هتلاقي بقى هنا ايه الاعداد، اعلانات، الحاجة برضو اللي هي فوق هنا هتلاقي هنا هو برضو مكررة،
ملخص لافتات اعدادات، اعدادات اللي احنا عليها دلوقتي، اعلانات سجل، نشوف لافتات دي. لافتات هنا بيبقى رابط الاحالة بتاعك اهو، بتاخده بتروجه، بيجيلك عليه مش عارف بيدي كام في المية هنا، مش عارف الإحالة كاتب عليها بيدي كام في المية. المهم كده احنا ايه، انتهينا من الشرح، والموقع حلو وسهل وبسيط وأي حد ممكن يشتغل عليه، ومش سهل ان انت تجمع $2 وتسحب منه. وبكده يكون انتهينا من الشرح. لو الفيديو عجبكم متنسوش تدعمونا بلايك. الموقع بيسحب بيبال، وبيسحب في كذا موقع، في كذا طريقة تاني للسحب فيه. وبكده يكون انتهينا من الشرح، والسلام عليكم ورحمة الله في فيديو آخر ان شاء الله.